كمان يا كابتن اسامه على الاهلي زي ما سالتك على الزمالك، الاهلي مشواره الافريقي وادائه في مباراه الامس والاداء اللي بيقدمه الاهلي مع فايلر، وكان مباراه ممتازه قدام الهلال السوداني. لا الاهلي واضح بصمته الفايلر عليه، وبصراحه شغال مع الفرقه بشكل كويس قوي، طور من اداء اللعيبه كتير جدا في الملعب. الاهلي بقى ليه انياب ما بيلعب، مش سهل ان انت تحس ان انت تعرف تاخد منه بونت او تقدر تجيب فيه جون بسهوله، لا بيشتغلوا بشكل كويس جدا. حتى في المباراه الاولى اللي خسروها في دور المجموعات كان في اخطاء تحكيميه كتيره وكان في مشاكل كتيره في المباراه تحكيميه، انما في الاهلي في الاخر رغم ان هو كان مطرود منه لعيبه وقدر يلعب ناقص العدد فترات كبيره من المباراه، انما كان ما تحسش بالغيابات دي بصراحه في الملعب، تحس ان التيم كان مكتمل، تحس ان التيم كان بيجتهد ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في مع النجم الساحلي في تونس، انما الاهلي مباراه الهلال الاخيره بتاعه امبارح ادى تقريبا، يعني الناس كانت حاسه ان مش دي فرقه الهلال صحيح. ان الناس عارفاها بطل السودان يعني صحيح. وده اذا كان بيدل على حاجه كان بيدل على قوه تيم النادي الاهلي واداء لعيبته وتحركاتهم الكتيره من غير كوره في الملعب صحيح. ارهاقت لعيبه الهلال امبارح بشكل واضح وهم بيلعبوا بامان صحيح. ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأبطال، مجموعة نادي الزمالك مازيمبي في الصدارة بعد فوزه اليوم في المباراة الثانية، 6 نقاط في المركز الأول، الزمالك في المركز الثاني ب3 نقاط، زيسكو يونايتد في المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا براميرو دي أغوستو في المركز الأخير بنقطة واحدة أيضا. مجموعة النادي الأهلي المجموعة الثانية، النجم في الصدارة النجم الساحلي ب6 نقاط، الأهلي ب3 نقاط، الهلال ب3 نقاط، وبلاتينيوم في المركز الأخير ب0 نقاط. المجموعة الثالثة في دوري الأبطال، سان داونز في الصدارة ب4 نقاط، اتحاد العاصمة الجزائري في المركز الثاني بنقطتين، بنفس رصيد الوداد المغربي في المركز الثالث، وبترو أتلتيكو الأنجولي في المركز الأخير بنقطة واحدة. أما المجموعة الرابعة فيتصدرها الترجي ب6 نقاط، ثم شبيبة القبائل الجزائري ب3 نقاط، والرجاء المغربي في المركز الثالث ب3 نقاط أيضا، وفيدا كلوب في المركز الأخير ب0 من النقاط. كابتن كبير كابتن أسامة عبد الكريم، أنا دايما بسعد بهذا اللقاء، بشكرك شكرا جزيلا ودايما مشرفنا. أنا اللي سعيد بيك، بس عايز أقول لك حاجة بقى، يعني عايز أتحول أنا للإعلامي في الدقيقة الأخيرة طبعا يا فندم يشرف الضيف يشرف. يعني إيه توقعاتك بقى للأربع مجموعات دي بقى كده؟ بص سريعا انا اقول لك ان شاء الله المجموعه بتاعت الزمالك مازيمبي والزمالك تمام. الاهلي والنجم في المجموعه الثانيه وسان داونز والوداد في المجموعه الثالثه والترجي والرجاء في المجموعه الرابعه، استبعدت الشبيبة من المجموعه الرابعه واستبعدت اتحاد العاصمه الجزائري من المجموعه الثالثه. رايك ايه انت طيب؟ والله انا رايي مقارب ليك جدا، انما الموضوع في المجموعتين الثالثه والرابعه، عشان كده انا سالتك السؤال ده. لسه في هيبقى صراع جامد جدا بين اتحاد العاصمه والوداد طبعا. وفي صراع بين الشبيبة والرجاء على يكون مين تاني المجموعه، انما التوقعات في المجموعه الاولى والثانيه انا معاك فيها ومؤيدها طبعا تماما.